اليوم. ثم كان نسألك على حسب ديمقراطية التقدم. اوكي دي تعرفوش ما عنديش جو سوي سوبرستيسيو دونك ما عنديش دوكو هذا. في الريسبسيون فما شكون من افاق يحكيو يقولوا مالوروزمون الديمقراطيه نتاع تونس ولات انه نفوتوا للي يحبوهم يطلعوا دافونس. شنو علاقه التعليق هذا باللي صار؟ ما عنده حتى علاقه ونخزر في الكاميرا في العينين واي واحد يخزر لي ما عنده حتى علاقه بالواقع. اذا فما ديمقراطيه راهي في افاق تونس. خلاتوا السوسة اي اليوم ما كنتش عارف شنو باش نعمل بالضبط. والله احنا جينا هوني بور لو كونغري اللي فيه لي سونتريس ديموكرات اون طونك بارتي سوسيال ديموكرات بارتي دو سونتر غوش ولا دو غوش موديري. On est là pour soutenir cette initiative. Nous sommes normalement 9 congressistes, Gina Lyon Khamsa. Et voilà, pour participer, nous allons participer à l'élaboration et la formation de ce grand parti. Moujoudin Fiha, normalement, cette année, vous êtes dans le Maktab Sousa. Inch'Allah. Est-ce que le Mouradi de Sousa est le plus rare que nous sommes dans Tunis l'Asma? Je n'ai pas d'informations sur les maries. وعلى كل حال الاختيار ما يكونش فقط لاسباب ماليه لانه الحمد لله المكونات عديده من المدن ولازم ان عاصمه الساحل جوهره الساحل كان عندها شيء من الجاذبيه. سيدي انتخبنا رئيس المؤتمر زوز نواب بتاع رؤساء المؤتمر ونقراوا في التقرير المادي والتقرير الادبي والتقرير المالي. دونك هذا هو اللي قاعد يصير، يصير نقاشات وبطبيعه الحال بعد عندكم الحق تسالوا اي محمود معلومات عن مصاريف بقيمة 2 مليارات. مصاريف؟ ليه؟ أنا توا نسمع مين؟ ديون بتيت 2 مليارات. الأشغال بتاع المؤتمر هي أشغال ككل مؤتمر، احنا كمان الجلسة الافتتاحية وبعد انطلقنا في نقاش التقرير الأدبي والتقرير المالي. بديناه مأخر شوية بعد العشاء، دونك طبيعي باش نقعدوا حتى الخمسة بتاع الصباح. كان نقاش عادي حر كما كان دائما في البي دي بي، كان مختلف كونتراديكتوار وما فما حتى حاجة صودقة عليها بالإجماع والحمد لله. احنا في عهد بن علي ما كناش نصدقوا بالإجماع. وتناقشنا في التقرير الأدبي على سياسات البي دي بي في الفترة السابقة وخاصة في الحملة الانتخابية وقيمنا الخيبة الانتخابية التي منينا بها وصدقنا على التقرير المالي أيضا باعتبار أن في على المستوى المالي فما باب صرف اسمه الإشهار واسمه المعلقات ووقفنا على التقييم السياسي أن تلك المعلقات كانت خطأ اعتبارها أن لم تأخذ خصوصية المرحلة ويعني وقع تقييم عادي جدا وصدقنا والحمد لله على التقريرين الأدبي والمالي. قليل باش يتم في السنوات الأخرى في الكلوب مرادي. على ما اعلم انه صارت مشكله تقنيه في علاقه بعمليه الانتخاب وبعض المترشحين تم السهو عن اسمائهم فبطريقه عاديه تم اعاده الانتخاب وهو ما يحدث في كل التنظيمات الديمقراطيه. تم استلاء اللائحه الشبابيه المقترحه هذا ما شويه باش نتكلموا في جانب ناقشت اللوائح اللي بروبوزي في الكونغري. C'est la motion jeune et Mme Yenchek la journée pour discuter de la vision de la BDP en ce qui concerne la jeunesse, la sata fil hizb ou fil mojtama. والحوار اللي قاعدين نشوفوا فيه في الأروقة تو معناتها بينكم انتوما لازم نعتبروه حوار بين معناها مختلف الأجيال نتاع ديمقراطية التقدم.
لكنه أبارمون لكنه مش خاطر شعري أبيض لكنه أبارمون ما تبلورش في الانتخابات مع حسب النتائج الأولية تو يقولوا أنه بين ظفرين القيادة الشرعية والتاريخية هي اللي ماشية مليح بينما الشباب على شكل محمود البارودي وغيره من جماعة صفر فصل دونك انطباعاتك على سير الانتخابات ونتائج الأولية والله ما نجم نقول حتى شيء لما سنشوف النتائج حتى الأولية مازلت ما شفتهاش دونك ما نجم نقول حتى شيء ما تراش أنه الشباب ما هوش متمثل كما يلزم في الهيكل متاع الديمقراطية التقدمي لا حسب رأيي فما الشباب داير الجماعة الأولاد الجي دي بي كلهم تو قاعدين يطلعوا قاعدين يدخلوا في الهياكل متاع الحزب الديمقراطي التقدمي اللي يرى فيه واللي لحظ فيه في كل بلاسة مش في كسوسوا أنا خاطر على جامعة منزرت نشوف في لي جون ونشوف في كل واحد داير حاليا عملت ركزت بيرو في مازن بورقيبة ديرنييرمون النتيجة الأولية متاع الانتخابات تاع البي دي بي تقول أنه الشباب من جماعة صفر فصل على أطر جيمين القيادة الشرعية والتاريخية هي اللي ماشية مليح سي محمد الحامدي وسي نجيب الشابي حسب النتيجة الأولية متاع انتخابات ديمقراطية التقدم يقول محمود البارودي أنه الشباب من جماعة صفر فصل تحس روحك متمثلة في الهيكل متاع الديمقراطية التقدمي كشابة ولا شو نجاوبك تسمع التاك يا مين يزينا مش نعرفوا نصر البدوي شو يعمل اليوم لهنا في المؤتمر تاع توحيد حزب الديمقراطية نصر بدوي تونسي كما التوانسة الكل عنده الحق باش ينشط في أي مجال يشوفوا نجم في تونس حتى نفهم من ذلك أنك أنت موجود اليوم في المبادرة هذه نتاع توحيد الحزب الديمقراطية الوسطية علاش لا تونس ديما وسطية ديما متألق على جميع الأصدى حبينا نسألوك فيما يتعلق بالانتخابات نتاع حزب الفاق اللي صارت اليوم اسكو راضي على التمثيلية نتاع النساء في الهياكل نتاع الحزب ولا والله من ناحيه ال معناتها في الكوميتي سنترال هو بيدو فالنساء ما همش ممثلين بالقديد اما بالنسبه للانتخابات اللي صاروا اليوم فما حاجتي اما باش تقول هما طلبوا 4 نساء على 15 عضو معناتها تنجم تقول اللي 4 مش حاجة هيلة ولكن كترى اللي فما كان 7 نساء معناتها قدم واحد تعديوا أكثر من 50% كنا بعد شوية على الخاص ونمشيوا للعام نحكيوا على حكاية من جانبها للعام يعني المشكلة متاع النساء في تونس فيما يتعلق بالعمل السياسي هل هي حسب رأيك عزوف النساء على العمل السياسي أم عزل النساء من العمل السياسي معناها من طرف المجتمع الرجولي كان ينجم ولا مش ولا نعزلهم ولا ما نعزلهمش فما نمط اجتماعي ولا مجتمعي يعمل اللي النساء يحسوا روحهم يمكن لازمهم يتفرغوا لحاجات اخرين بالطبيعة فما معناتها فما شوية من الرجال اللي هم حتى نساء راهو برشا نساء عندهم ثقة أكثر في الرجال لو انه مش وقت وقت عشاء ما نجمو نستناو اسم صلاح الدين صحاف في الهيكل الاساسي متاع الحزب الجديد اش معناها الهيكل الاساسي معناها في المكتب السياسي او في اللجنه المركزيه متاع الحزب الجديد ولا ياك تشوف انت هذوما الاخيان معناها اللي اصلهم صوت مستقل تو بهذا الحال صوت مستقل انصهرت في الحزب الجديد اللي هي قائمه مستقله في الانتخابات تاع المجلس التاسيسي بالنسبة للمجلس التأسيسي كانت قائمة مستقلة لان فيهم عبد العزيز مخلوف وصلاح الدين زحاف في البيرو بوليتيك فيهم 11 شخص نتبارك الله ديدام دي مونسيو المشكور في الكوميتي سنترال
وربما اهم شيء احنا باش نحاولوا باش يكون العمل نتاعنا على الجيد. الحزب نتاعكم موجود افاق تونس، موجود في المبادره هذه نتاع توحيد الاحزاب. نعم. وموجودين سويفون برنامج معين على اساس ان المؤتمر التوحيدي معناتها مش يبدا جرون ماكس اليوم العشيه اليوم في الليل. بيليبي مازال في الانتخابات نتاعو، توجه لكم شي باعتذار فيما يتعلق بالوقت. والله هو حق ما توجهش معناتها، ولكن انه نشوف انه الظروف حكمت باش يوخروا وباش يمكن يكون معناتها الانتخابات تولد على حاجه قابلين الناس كلها. معناتها افاق تونس ما قلقهمش انهم يتواجدوا في الريسبسيون نهار كامل يستناو في الديمقراطيه التقدم يكمل العمليه الانتخابيه نتاعو؟ الاشكال انه ما نجموش نوخروا وقت اخر خاطر الوقت كبس ياسر. افاق تونس اليوم ما يتقلقش من التاخير اللي صاير في العمليه الانتخابيه نتاع البي دي بي؟ على الاخر ويحتج باش يعمل اعتصام فماشي هيك. لا لا والله حنا نسالك معناتها ما فماش معناتها بون باقا قاعدين نسالوا باش نرقدوا باش نرقدوا. المؤتمر التوحيدي نقول لي نورمالمون اشغال ومش تاخذ برشا وقت مناقشه لوائح وكل شيء. معناتها اللي فات انه الديمقراطيه التقدم يعمل العمليه الانتخابيه نتاعو على مرتين، المره الاولى في الصباح ومن بعد مما ادى الى تاخير بنص نهار. انتم فما حتى لحظه قاعدين تستناو الديمقراطيه التقدم يكمل العمليه الانتخابيه؟ شنو وجه الشبه بين عمل الهيئه المستقله للانتخابات وعمل اللي قاعدين يعملوا في الفرص تاعهم تاع انتخابات ديمقراطيه التقدم؟ البطء الشديد جدا. باه نجموش نعرفوا السبب نتاع البطء هذا؟ السبب هو الحرص على ان تكون النتائج نزيهه ولا تشوبها اي شيء. النتائج النزيهه هذه شنو انتظاراتي الدهمية؟ ان شاء الله تفرز قياده تضع الحزب على سكه التوحيد وتنجح في عمليه انصهار من اجل بناء قوه وسطيه اجتماعيه قادره على ان تعيد التوازن للساحه السياسيه في تونس. شنو وجه الشباب بين عمل الهيئه العليا المستقله الانتخابيه واللي قائمين على الانتخابات اليوم؟ ولا خبر شو الارهاق والبطء. شادي بعجاي نعرفوك رئيس قائمه القطب في القيروان، اليوم نلقاوك في مؤتمر حزب الديمقراطيه التقدمي واللي هو المؤتمر التوحيدي. يومين لا معناها حبينا نعرفوا سي شادي البعزاوي معناتها من وقتاش التحق بالمبادره هذي؟ المسار التوحيدي راضي على اسم جديد؟ هكا هو رغبه اراده المؤتمرين اما اسم معبر. بارك الله فيك. بقينا القطب اللي راس خيط القطب وتون كان ديبوندون سيتي سينيالي ومسطره. جمال اختيار اسم الحزب الجمهوري انتصار للحزب الجمهوري ولا شكون؟ والله المبادئ انتصار للمبادئ، مانيش نخمو معناتها في انتصار حزب ولا شكون في الاخر، سي المبادئ اللي متفاهمين عليهم الناس الكل، حكينا فيه الموضوع مع بعضنا، تعرف ان اليوم سي المبادئ ومبادئ الجمهوريه، الجمهوريه مبادئها هي اللي كانت مهده، واليوم معناتها نحن حبينا اون افيرم اللي معناتها اول حاجه باش ندافعوا عليها هي مبادئ الجمهوريه. وهي المطالب اللي قامت عليهم الثورة اللي هما التشغيل، الحرية والكرامة الوطنية، ونخرجوا من لي سوجي ورينا شنو المواضيع اللي يهمونا. فوالا بالاختيار تاع الاسم ورينا شنو الموضوع اللي يهمنا. بالمئة فما برشا عباد ماهمش راضيين يقولوا أن الفوت في اتجاه اختيار الحزب الجمهوري كان فوت ديريجي، بما يعني أنه اقتراح من الحزب الجمهوري وقع تسكيته من الديمقراطية التقدمية. والله أنت حضرت في الوقود أمين، حضرت في الليزاسيز الكل، معناتها نحن معناتها خدمنا بيسور أي كيما، وبعد شفت معناتها تعدى الفوت وعدينا أسامي أخرين وقالوا شوية الأسامي أربع أسامي بركة، رغم اللي دخلنا بطريقة بروفيسيونيل، صاروا معناتها طلبنا من كل حزب طلب من 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 المنخرطين نتاعو باش يرجعوا له، اللي رجعوا الكل عملنا التصفية. ومن بعد فما الغلطة اللي صارت هي اللي قالوا معناتها شركات سي با فري، ما صارش، صار فوكس جروب هذاك تفهم بالكشي تدخل تاع شركات، لا بالعكس هذايا خدمه صارت من عند المناضلين والمناضلات نتاع ثلاث احزاب واللي هما اللي خرجوا الاسامي هذوك. حبينا نسالوك شنو انطباعاتك بعد ما تم اختيار الحزب الجمهوري كاسم للحزب الجديد؟ والله خممت برشا في عبد العزيز بالخوجه اللي هو بعث الحزب، وخاصه معناتها لا فيغتي كو غوسون، معناتها اللي تذكار اللي هي الحزب الجمهوري، معناتها كي كونوا عبد العزيز كانت فكرته اللي هو اول حزب، اول جمهوريه تخلقت للانسانيه واكثر واحده دامت، وان شاء الله تونس تكون اكثر واحده تدوم زاد في الجمهوريه وفي الديمقراطيه
وربي مع الكل.